احلى خبر سمعته من بدايه شهر رمضان للان؟ والله احلى خبر امبارح كنا معزومين عند اهلي. الوالدي بتقول لي اذا مانك مرتاح يا ابني باخذ لك الثالثي، المره الثالثه. انا بالنسبه لي هذا احلى خبر لحد الان. شو احلى خبر سمعته بدايه شهر رمضان للان؟ الحمد لله رب العالمين، قرر ابني احمد انه يخطب. فضل الله. انا يا خاي بالنسبه لي احلى خبر بسمعه هلا اذا صار العشاء عنده باذن الله. العشاء عنده كل شيء موجود، لان تعشى مناسي في الاندلس باذن الله. بس خرجك باذن الله، خرجك باذن الله. اليوم نشوف العشاء عندك. لا طب بالك هذا اليوم اخر رمضان يوم. عشان امبارح ما اشتغلنا. نعم روح على النبي يا شيخ. يوم. احلى خبر سمعته بدايه شهر رمضان للان؟ والله طلعت عند الميكانيكا اساس في حسبه ونضنا تصليح ما تصليح، اما اللي سامحتك بوجه الله هذا احلى خبر اليوم. والله يا شريكي سمعت انه بدي يصير الخبز بليره، وفي كذا فرن في البلد انه بدي يوزع الخبز بليره، يعني مشان الفقراء. بتعرفي انت وضع المعيشه كثير صعب. شو احلى خبر سمعته بدايه شهر رمضان للان؟ والله احلى خبر سبحان الله، وكان على قدوم شهر رمضان فتحنا الصالة الفرع الجديد لأوبن وعمل ضجة كتير حلوة، وهاي كانت أحلى فرحة بالنسبة إلي وعلى قدوم شهر رمضان فضل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا بمولود لابني وسميناه عمر. طيب إمتى الحلوان؟ يا الله هلا جاهزين، تفضلوا.